شو لبين ما يخلص اكل هيك بدك شي صحنين ثلاثه بعد شو بدك شو بدك وجدي وين وجدي عامل حادث صاحب فوق اي فوق وين فوق الرون بوين طيب اذا وجدي فوق ناكل ملح يعني لا يا اخي لبين رجوله بحضروا لك اكل بنبلش بحيلا شي لبين بنبلش بل بشوف بلش ملح بس بكون في خبز وملح هيك احنا وياك خبز وملح بلا خبز ملح بلا بلوط شو الحكي شو انت شو بدك ملح شو ملح جيب لك بعشه ست سبع هون شو رايك يعني العشا عم يشتغل جوا يا اخي العشا عم يشتغل جوا عاملين الله يخلص العشا كنت عشانا ملح يا اخي انا قلت ما بفرش لك الطاوله هي ما بديش تفلك الطاوله ملح لا شيء غير ملح يا اخي ليه مزعوج ليه عصبي يا ولد شو شو ملح 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 تفضل هيك اكل معي ملح شو رايك أنا لا ما بسوى لي ملح مع ضغط انا وانا كمان مع ضغط طعم يطلع الضغط على الاخر هلا لا يا حبيبي يا حبيب قلبي شو بك ملح ملح دق لي معونيز جاية آه الحمد لله يعني ملح ايه شو بك شو بك يا اخي دق لي جاي معونيز ايه معونيز شو بك ملح يعني حط شي ناكل غير ملح رح نجيب شوي شوي بقى شوي شوي بنزله شو ليك انت معك ضاع بعيونك ولا شو العوينات ليش قول لي شكلك ما عم تقشع شي انت بخيي هو ملح هم شايفه الملح طبعا شو فيك تاكل بدون ملح شو باكل؟ شو باكل معهم ملح؟ ملح هلا عم بحضروا عم بنفرش جيب شي غير ملح خلصني يا اخي الله يساعدنا شو قال عم يساعدنا لا يا حبيب قلبي شو عندك؟ هو اللي هو العشي بريد هو العشي بريد بس هو العشي بريد انت ما بتقشع لك مش بقى ملح يا خيي قلت لو خيي ملح ملح ها ليك لو خيي بعرف شيله من هون جيب شي غير ملح يا حبيبي يا عال انا بدي افرش لك الطاوله بين ما يخلص لهيدا فرش طاوله ملح ملح اوبس ليك شو لا جيب سكر بعد خيي ما هو قال معه ناس يا خيي وينه وجدي؟ ملح ملح معه اربع اشخاص شو بده يعمل شو بده يعمل شو بك يا خيي انا شو من ولا انت شو بك يا اخي اوبس شو مضايقك ما بفهم شو بده فلشت لي الطاوله ملح ايه لبايش ديوان خيي اعطيني احكي عامل حادث فوق وين فوق يا اخي فوق فوق وين فوق عامل حادث طلع لشوف طلع معي صاحبه صاحبه عامل حادث فوق وين فوق طلع فوق شو شايف فوق انت شايف شيء اصلا يعني فوق شو في فوق ما انا عم بسالك شو في فوق شوف لي وين الحادث فوق طلع شفته هونيك هونيك على الاخر شفته شو بتسخر علي هلا ما انا طلع انت ملح ملح فوق مين عم بسخر هو قال لي فروش الطاوله طلع لي خلي ها معه اربع اشخاص خيي قال لي هيدا صاروا لخمسه هو هلا وكسرنا واحد ست اشخاص خلص هلا بحكي العشي خيي ايه شي ما عجبك كمان لا حبيبي انت ما العش بليد عش بليد عش بليد اللي بتقشع اللي بتسمع يا زلمة هذا تقدم من المحل خيي طب انت بتقول انه تقدم شو يا اخي شباب وينو وجه يا خيي ما ضل خليني قبلك شو بدك خبرني خبرني وينو وجه يا اخي يا اخي اتفقنا معهم يلا رحنا على MTV معنا انت عم تصور عم تصور طلع هوني فوق مستعيني وهي كاميرا هوني وهي دي هون بنقول لك رمضان كريم رمضان كريم شو هيك تمام